مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوف معايا مجموعة من الشباب اللي قاموا بالصيد في هذه الاثناء بقرب من مسجد الحسن الثاني. يعني صراحة اجواء رائعة، وكذلك هذه الهواية اللي هي هواية كيعشقوها العديد من الشباب وكذلك العديد من الرجال اللي كيجيو بعد ان منتصف الليل قاموا بهذه الممارسة في هذه الاجواء الجميلة. يعني كنعرفوا الجو البارد قليلا، كذلك الحراره منخفضه، هادشي اللي كيخلي هاد الشباب يجيو بالقرب من مسجد الحسن الثاني ويقوموا بالممارسه ديال الهوايه ديال الصيد. يعني صراحه هاد الهوايه كيبان لكم عن العديد من الناس كيعشقوها، العديد من الناس هي بوابه ليهم، لانهم بسبب هاد الهوايه كيصيدوا بعض الاسماك اللي قدروا انهم يجيبوا بها بعض المال، يعني كيحاولوا يبيعوها، ولكذلك كيحاولوا على انهم يصطادوا شي اسماك جميله ويديوها للعائلات ديالهم. يعني كيف كتشوفوا صراحه، يعني تحيه لهاد الناس ولهاد الشباب هادو اللي كيجيو بعد منتصف الليل وكيقوموا بالقرب من مسجد الحسن الثاني اللي كنعرفوا هذا المكان هو معروف عن جل سكان مدينة الدار البيضاء، حتى خارج مدينة الدار البيضاء بزاف ديال الناس كيعرفوا هذه المنطقة هذه، اللي في فترة الصباح يكونوا هناك عشاق للصيد اللي كيجيو، لكن هذه الوقيتة هذه هي اللي كيعشقوها العديد من الشباب اللي كيجيو باش يصطادوا الأسماك في هذه المنطقة هذه. وكيف شفت في الصورة من قبل على أن العديد من الشباب كيصطادوا بعض الأسماك وكيحاولوا على أنهم يعاودوا فيها البيع او كيديوها للعائلات ديالهم. هذه فقط هوايه وكيجيو كيمارسوها بهذه المنطقه هذه قرب مسجد الحسن الثاني. صراحه هذه الهوايه اللي كتعلمهم الصبر، كتعلمهم العديد من الاشياء اللي كتفيدهم في الحياه ديالهم. يعني باش تصيد وباش تمارس هوايه ديال الصيد خاص تكون يكون عندك واحد الصبر كبير، لانك كتلوح السناره ديالك وكتبقى تنتظر حتى تصطاد شي سمكه وتخرجها. يعني هاد الناس كيف قلت لكم على انهم كيجيو بعد منتصف الليل كيقوموا بهذه الممارسه في هذه المنطقه هذه بالقرب من مسجد الحسن الثاني. يعني كاين العديد من الشباب، ماشي فقط واحد او اثنين، يعني كاين بزاف ديال الشباب اللي كيقوموا بهذه الممارسه هذه في هذا المكان هذا، اللي صراحه هو مفتوح في جل في وجه جميع الشباب اللي كيعشقوا هذه الهوايه ديال الصيد. يعني كيف قال لنا نور الدين الزيتوني على انه كان دائما كيجي لهاد المنطقه هذه وكي يصطاد السمك. يعني صراحه بزاف ديال الناس وبزاف ديال الشباب اللي كيجيو بالقرب من مسجد الحسن الثاني وكيحاولوا على انهم يصطادوا بعض الاسماك اللي كيف قلت لكم كيف كتشوفوا هاد الهوايه هذه كتعلمهم الصبر، لانه كيلوح السناره ديالو وكينتظر حتى يصطاد شي سمكه، وبعض المرات ما كيطلعش السناره عامره، يعني يقدر يطلع فقط بعض المخلفات اللي كيرميوها الناس في البحر وكيعاود على انه يلوح السناره. يعني كيف كتشوفوا هذا الشاب هذا اللي غادي يرمي بالسناره ديالو، يعني كيف شفتوا صراحه اجواء جميله ورائعه. يعني كيف قلت لكم لانه كيلوح السناره ديالو كينتظر حتى يطلع ليه سمكه او طلع. صراحة هذه الهواية هي هواية رائعة وجميلة، وعديد من الشباب كيعشقوها وكيجيو كيمارسوها في هذا المكان هذا اللي معروف عن جل السكان ديال مدينة الدار البيضاء اللي بالقرب من مسجد الحسن الثاني. حتى في فترة الصباح العديد من الناس كيجيو باش يمارسوا الهواية ديالهم في هذا المكان، اللي كيف قلت لكم على انها هواية وكذلك مصدر رزق لبعض الناس اللي كيصطادوا بعض الاسماك ويحاولوا على انهم يبيعوها لبعض عشاق السمك. يعني يعني كيف كتشوفوا بزاف ديال الشباب، يعني كيف كتشوفوا امامكم في الصوره، يعني صراحه اجواء رائعه وجميله بالقرب من مسجد الحسن الثاني. كيف ما كتشوفوا هاد الشباب هادو كيقوموا بهذه الممارسه في هذا المكان هذا، اللي كيحاولوا دائما
يجيو بعد منتصف الليل باش يصيدوا.